السلام عليكم. طيب يا شباب، ده كده يعني شرح سريع أو طريقة سهلة يعني لبصمجة الراديولوجي. سير نصيحة صغيرة بس قبل ما حد يبدأ الفيديو، لو أنت ناوي تتخصص راديولوجي أو تفهم يعني أي ربع معلومة عن الراديولوجي، أنصحك ما تكملش الفيديو يعني، لأن الفيديو ممكن يبقى مؤذي أو ضار ليك. اي حد يعني ممكن يحتاج الراديولوجي تاني في حياته. لو انت ناوي تاخد تخصص فمن ميديسين او اكاديميك، اي حاجه يعني مثلا مش هتحتاج فيها الراديولوجي قوي، وحاسس يعني ان انت بس يعني عايز تاخد بس الثمان درجات بتوع الاند سبيشال بتوع الراديولوجي، وهتذاكره بقى بعدين سواء مع الاناتومي او بعد التخرج او ايا كان يعني، سواء انت محتاجه او لا. فالفيديو ده ممكن يساعدك شويه، فحبيت انبه بس يعني من باب ان كده كده اصلا يعني من وجهة نظري انا يعني وظيفة الواحد الاساسية في الكلية جمع درجات قدر الامكان، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هو الفهم برضو قدر الامكان، بحيث ان الفهم ده هيسهل ان هو برضو يجيب درجات وكده، لكن بالضرورة العكس مش دايما صح يعني، وشفنا ده في امتحانات كتير قوي. يا دوبك انت بتبقى عايز الدرجات بس وكده، لكن ان هو المحتوى بيبقى في بعض الأحيان علم لا ينفع، وده يعني مش ينطبق ده قوي على الراديولوجي. بس يعني حبيت أقول الكلمتين دول يعني عشان بس محدش يبقى حاسس بالذنب يعني، اللي هو بس بيحفظ أسئلة أو يعني بيبصمج، أو يعني حتى البصمجة برضو ليها تيبس اند تريكس يعني، مش مصعبناش عليك ولا لأ ولا حاجة، بس يعني حبيت أقول الكلمتين دول ومعلش على الإطالة، ونخش في الموضوع على طول. بالنسبة للإنترو كويشنز ما فيش فيها حاجة يعني قوي يعني significant أو محتاجة صعوبة يعني. هنا بيقول لك static breast cancer و راح للبونز، فأكيد هنعمل ايزوتوب بون سكان. هنا واحد عايز يعمل MRI، فاللي ناخد باله منه ميبقاش مركب بيس ميكرز، عشان طبعا ال MRI ماجنتيك وكده وبتاع، فالبيس ميكر مش هينفع معاه. هنا واحد عايز يعمل CT بكونتراست، فكفاية normal kidney function بس مش حوار يعني. ال brain radiography خلاص انا مش عارف اجيب solid organ metastatic disease. كل الحاجات دي يعني معلومات تقريبا شبه بديهية لأي حد بره المجال الطبي اصلا، لسه مدخلناش في المهم. most sensitive برضو، ف عايز staging colon cancer خلاص يبقى اكيد بيت سي تي يعني، دي اقوى حاجة تقريبا موجودة في الاختيارات. ديكسا بنعمل used to diagnose osteoporosis، برضو معلومة يعني شبه بديهية. تمام. هو برضو انا عايز اقول يعني ممكن الفيديو ده ما يبقاش فيه معلومات يعني accurate scientifically 100%، عشان برضو ما حدش اللي هو يتيك anything من اللي هقوله يعني for granted يعني، ان هو خلاص كلام مضمون 100% كده، بس هي حاجات تسهيلا بس مش اكتر، ان احنا يعني نعرف نجين 8 درجات ان شاء الله سهلين وكده، مش اكتر بس. لكن من اراد الفهم والمتعة بصراحة فليذهب للسيرك يعني. طيب ال preferred first imaging بتاع ال modality بتاعة ال head injuries acute head injuries بشكل عام دي برضه CT يعني، بتبقى معروفة من special تاني زي neurosurgery برضه مش حوار يعني. infarctions وعايز more obvious ومش عارف ايه بتاع، اكيد هناخد ال MRI with diffusion. اللي بعدها برضه بيقول لك high contrast resolution، فاكيد هتبقى ال MRI اقوى حاجة من دول. السؤالين اللي بعدهم، واحد عنده اللي هو suspicious ان هو pulmonary embolism، والتاني اللي هو بونكوجينيك كارسينوما، فبتاع البرمونيوم بريزم برضو معلومة من الكارديو والشيست يعني، سي تي بالمونري انجيو مش محتاجة حاجة. واللي بعدها سي تي بقى شيست بس المرة دي اي في كونتراست مش محتاجة برضو. بوستيريور ريترال فالف عشان نشخصه برضو معلومة من اليورولوجي يعني، هي تحس انها تجميع كلمة سبيشالات اللي هو اسندنج ميكتيوريتنج سيستيريور ريتروجراف. طيب بالنسبة للكارديو ثوراتيك، هو هنا السؤال ده يعني موجود واحد بس مفيش حاجه شبه اتلخبطوا معاه، فده سي تي شيست لانج ويندو عادي، دي في الابر لوب يعني انت شايفها فوق في الصوره، فخلاص ابر لوب. طب ليفت ورايت دي ازاي انت تتخيل هي حته فاهمه كده يعني؟ بعيدا عن محتوى الفيديو، انت في مقاطع السي تي يعني اللي هي اجزيه زي دي كده، العيان انت بتخيل ان هو نايم، تمام، نايم قدامك ورجله ناحيتك وراسه بعيد عنك، فاكيد اللي على يمين الصوره ده هيبقى الشمال والعكس، تمام. فده الليفت اوفر ما فيهاش حاجه، لانج ابسس في فلويد ليفل عادي، و يعني ده الكاركترستيك ليجن عادي بتاع اللانج ابسس، سهله برضو خدناه في كذا من كذا حاجه. دي بقى سيبتيك امبولاي، هتلاقي الوول يعني شايفين زي ما هو تيك قد ايه،
تمام، وفي اسهم وبتاع فسهله برضه. الماي سيتوما هتلاقي سيست وفي يعني هنلاقي اللي هو الكافيتي ده اللي فاتت، اعتذر، هو دي كافيتي، مش متذكر انا قلت سيست ولا لا، بس المهم دي كافيتي تمام. والوول بتاعه زي ما احنا شايفين، زي ما قلنا الشرح مش شرط يبقى سينتفيك 100%، بس عشان ايه تمام. دي المايسيتوما زي ما قلنا كده، كافيتي لول وفي بول في النص، ما فيهاش اسهم ومفيش حاجه تانية اتلخبطت او شيء. دي نيمونيا طبعا باينه، الكونسوليديشن اللي هو حاجه باينه، هايبر دينس شويه اللي هي يعني ابيض شويه تمام. بايلاترال كونسوليديشن نفس الصوره اللي فاتت، نيمونيا معروف انها كونسوليديشن مش محتاجه. دي ماسيف بلور فيوجن اللي قلنا عليها كده، معلومه بسيطه برضو للفهم يعني. البلور فيوجن بيعمل شيفتنج من ميدياستاينم تو ذا اوبوزيت سايد. فانا عندي ميدياستاينم اهو تمام، ومعمول له شيفت للناحيه اليمين. وغير كده بقى المعلومه البصمجه يعني، البلور فيوجن يعني مد على الرمادي شويه عشان في صوره شبهها هتبقى كولابس. طيب دي ماسيف ليفت بلور فيوجن ليه برضو؟ عشان في شيفتنج من ميدياستاينم، شايفين يعني، بصوا الهارت رايح بعيد شويه قوي، المفروض اصلا يا دوبك بيبقى باين حاجه بسيطه قوي كده على الناحيه ايه الرايت تمام. دي توتال رايت لانج كولابس، مش عشان بيضه يعني، مش هنا مش نظريه الالوان في الاكس راي، ولكن فكره ان الميديا ستاينم هنا المره دي شيفتد للسيم سايد. شايفين التراكيه؟ مش عارف باينه ولا لا، بس انا شايفها يعني. والابكس برضو داخله جوه شويه تمام. بالنسبة للي بعدها دي اللي احنا قلنا فيها اللي هي ايه اللي هتلخبطنا مع اللي هي رقم 8 تمام. يبقى دي الكولابس، والتانية اللي هي كانت فيوجن. لو انت عايز، لو على الفهم كده، هو هنا الميديستاينم بصراحة مش باين قوي، او انا مش عارف اجيبه عشان ما فيش، لكن يعني في الكولابس هو بيبقى فيه شيفتنج للسيم سايد، واللي اتلخبطنا معاه احنا قلنا لو حد عايز يفهم الفرق يعني وكده، اللي هو مش علمي ده ابيض والتاني مدي الماضي خالص ومفيش حاجه هتلخبطهم. هنا نفس الكلام كولابس برضو، وعرفنا المكان خلاص بيتحدد ازاي وكده تمام، ولونها مدي على الابيض برضو شويه. وادي المدياستاينم المره دي باين شويه ان هو يعني اتسحب للسيم سايد، ده برضو كولابس. المدياستاينم مش باين قوي ان هو شيفتد يعني، ولكن دي صوره برضو مفيش حاجه تلخبطها معايا، يعني شايف انها سهله يعني. دي برونكوجينيك كارسينوما طبعا في ماس كده تمام. هي مش سنترال برونكوجينيك كارسينوما زي اللي بعدها، لانها موجوده بريفري شويه تمام. اللي بعدها سنترال ومفيش حاجه تلخبطها معاها، سهله يعني. طيب هنا بقى الميزوليوما، وبرضه مفيش حاجه تلخبطها معاها، وهتلاقيه مش هقول لك كده الاسهم كده نفس الباترن ده بالظبط. طيب هنا بالمونري ميت، عشان شايفين في سبوتس كتير وكده، برضو في الصورة اللي بعدها نفس الكلام. انا هحاول اجري شوية بس عشان ما اطولش الفيديو يعني عليكم. طيب البانكوستيومر هو دي الصورة الوحيدة اللي هتلاقي ان الصورة يعني جايب لك اكس راي ومكبرة في الصورة اللي تحت هنا كده، وهو طبعا بيكون يعني ابيكال تيومر، يعني حتى من اسباب اللي هو الدالنس في الكرونيك زي اسمس يعني تمام. طيب بعد كده عندنا الكافيتيتنج برونكوجينيك كارسينوما، دي يعني تخش يعني ديفرنشال مع اللانج ابسس وكده، بس هنا انتوا شايفين الوول الريجولار خالص، وحتى الصورة بس انها بتاخدها بلا حسب، بس ما علينا. اللي بعدها لانج سيست، برضو كاركترستيك يعني، مش شايف ان في حاجة تلخبط فيها. اللانج ابسس زي ما قلنا، الوول ويل ديفايند وفي اير فلويد محترم، سيبتيك امبلاي نفس الكلام، الصور بتتعادل. طيب بصوا بقى الاتنين دول مهمين جدا وسهلين برضو بطريقة البصمجة يعني. الليمفوما هنلاقي فيه ماس كده في الميدياستاينم تمام، والماس دي في زي خط كده أبيض، مش عارف انتوا شايفينه ولا لأ. طيب عندنا الثايموما، شايفين الخط اللي تحت كده تحت الصورة خالص، هو الخط ده يعني شايفين حرف التي وحرف الخط ده، الخط ده كأنه اللي هو ايه الابيكس بتاع حرف التي كده. فدي اسهل طريقه بصراحه تعرف بيها الثيموما من الليمفوما. تاني اسهل طريقه ان انت هتلاقي هو الخط ده كده، والثيموما تحس انها رايحه قدام قوي يعني، بس يعني دي حاجه بسيطه. طيب الكارسينويد تيومر برضو مفيش حاجه تلخبط قوي فيه، بس يعني
اللي هو زي حاجة كده في ال عند برونكيال تري، هو مشاور عليها بالأسهم يعني. فحتى لو مشاورش يعني الموضوع سهل إن شاء الله. هنا في نيمو ديستاينم عشان في هوا اهو اللي هو الأسود ده داخل في الديستاينم، فبرضه مش صعبة. دي الصورة الوحيدة برضه للهايدرو نيمو ثوراكس اير فلويد ليفل، وفي نفس الوقت في جيت بلاك ترانسلوسنسي اللي هو تلاقي فيه أسود أوي أوي أوي، في نفس الوقت في اللي هو الاير فلويد ليفل. نفس الصورة اللي قلنا عليها بتاعة البلور ديفيوجن، مفيهاش مشكلة خالص. طيب الصورة دي برضو فيها نيمو ثوراكس عشان في اللي هو لون هوا أسود أوي 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 شايفينه اللي هو فوق ده. تمام. بعد كده دي نيمو ثوراكس برضو عشان في الحتة دي شايفين مور دارك ازاي عن الحتة مثلا اللي هي ليفت سايد. لا هنا الرايت سايد في اللي هو جيت بلاك خفيف كده بس يعني باين شوية. دي ممكن تبقى رخمة شوية بس يعني الباقي الاختيارات بصراحة مش جاية خالص يعني. حتى اللنج انتوا شايفين اللنج، اللنج تيشو واللنج برينك من نورمال يعني، فيها كولابس شوية بسبب الموضوع ده. تمام. برضو الجيت بلاك ترانسلوسنسي واضح جدا. هنا ده تنشن نيمو ثوركس عنيف نتيجة ان اللنج بقت صغيرة يعني، نتيجته ان حصل بعد كده اللنج بقت صغيرة جدا جدا كولابس، وسهلة برضو ان شاء الله. بيقول لك هنا ايه اللي انت شايفه بلور فيوجن، هو المفروض ان طبعا يعني انا هبقى متوقع ان هيبقى فيه المفروض كالعادة نيمو ثوركس وكده، لكن هنا المرة دي هيبقى نيمو ثوركس. ليه السبب؟ ان هو مش هقول لك بالاسهم كده، ان ده موضوع تروماتيك على نتيجة التروما، فأكيد هيبقى فيه نيمو ثوركس. حتى الصورة دي جاية تاني هتقول لك، هيقول لك يعني دي تروماتيك وكده ولا ايه سببها، انفلاماتوري كونجينيتال كده يعني. طيب دي برضه نيمو ثوركس نفس الكلام، شايف هوا اسود حوالين اللنج مفيهاش مشكلة خالص. طيب دي بقى ايه يا ترى؟ هي تبان يعني من بعيد كده لو مفيش حاجة غريبة وبتاع، لكن لو بصينا على الدايفرام شايفين الدايفرام في هوا تحتيه كده، فخلاص دي النيمو بريتونيا. تمام. انتوا شايفين الدايفرام هو مكانش بيبان في الصور اللي فوق زي ما انتوا شايفين كده الفرق. هنا بقى في نيمو بريكارديوم ونيمو ديستاينا كمان. تمام. هنا بقى في نيمو ديستاينا وفي سيرجيكال انفيزيما. السيرجيكال انفيزيما يعني في هوا اهو. تمام. بيبقى سبكوتينس، شايفين الهوا عكس الصورة دي. الصورة دي شايفين بره الهارت الدنيا بره الثراسيك كافيتي اصلا الدنيا كويسه ازاي، هنا فرق كبير. طيب طالما مش هقول لك سهمين كده يبقى خلاص، ده بالمونري ثوم والبريزم. ومفروض يعني تفسيرها وكده في هاي بودينسي اريا وبتاع، بس عشان دي تلخبطك مع الاورتيك دايسكشن. دي برضه تشاور سهم سهمين ناحيتين يبقى دي بالمونري ثوم والبريزم نفس الكلام، بس المره دي بقى حصل انفاركشن. دي ومش هقول برضه عن انفاركت الاريا وكده، هنا حصل انفراكشن بالمونري ثرومبوليزم برضو، وحصل كمان البلور افيوجن اللي هو ده. تمام. شايفينه اللي هو بالرمادي ده ما كانش موجود هنا، فدول بس اللي لخبطوا. بعد كده حاجات الاورتيك دايسكشن هتلاقي كاركترستيك شيب بتاعته كده، هو شبه بصراحة يعني زي حرف التمانية او الموزة المتقشرة او كده. نفس الكلام هنا اهو، نفس الكلام تاني. طيب هو المرة دي ده جايب ال الهارت والبريكارديوم، وشايفين في البريكارديوم كده في ابيض بتاع، الابيض ده اللي هو ممكن يبقى كالسيفيكيشن، فدي اقرب حاجه. المره دي بقى ابيض والهارت نفس الكلام، في حاجه حواليه غريبه ومش طبيعيه. ده المره دي فيوجن لون رمادي شويه. ده الكارديوميجالي واضح جدا يعني، هارت شيب هارت يعني. هو دي طبعا زي ما قلنا مش ساينتفك يعني بس للتسهيل. ودي برضو نيمو بريكارديوم. تمام. طالما بس لقيت الصورة هيزي كده وبتاع خلاص يبقى دي بالمونري ديم. طيب صورة زي كده هتلخبطنا مع الصورة دي، ايه الفرق بينهم؟ هنا في وول واضح وموجود وبتاع، وتحس ان اللنج بقى فيها سبيسز كتير، فدي الامفيزيم. عكس الصورة اللي تحت دي، دي الانترستيشال بالمونري فايبروزز يعني. الصورة تحس انها يعني مور ديتيلد او اتش دي ار فيها عالي شوية، وما فيهاش السبيسز الكبيرة المحترمة زي بتاعة الامفيزيم. ده الفرق بينهم. ممكن لو فيه زي ما قلنا مالتيبل لانج سيست قبل كده. تمام. دي اللي قلنا عليها اللي هي تروماتيك انها تعمل هيموثوراكس كمان. ماشي. بالنسبة لليورو عندنا دي ستون في الجرين بلادر، شايفين الشكل بتاعها كاركترستيك. هنا الكارسينوما يعني شايفين الريجولار شيب ده. تمام. هنا الدايفرتيكولوم اللي هي نفس العلامة بتاعته اللي هي تحس انها مميزة شوية شبه الكلو ساين او كده. تمام.
متلخبطكمش مع الكارسينوما مع لامان ستون. دي الـ stage 4 من ستون، شكلها واضح برضه مفيش حاجة هتتلخبط معاها. ماشي، ده بيقولك الـ study دي نوعها ايه، ده IVB عادي تمام، وده شكل الـ بلين urinary tract X-ray، وفي ستون حتى هنا شايفينها، صور بيسأل بس نوع الأشعة. يبقى الـ IVB هيصور لي الـ renal pelvis والـ ureters والـ renal bladder بشكل محترم جدا. هنا الـ brain UT مش هيجي، هنا ده الـ ascending urethrogram تمام، برضه صورة يعني فريدة مفيش حاجة شبهها. ده الـ non contrast CT urinary tract، هتلاقي المرة دي اللي هو زي calcification كده، أو اللي هو يعني تلاقي اللي هو الـ organs باينة أحسن بكتير شايفين من الـ CT والـ IVB تمام. وده طبعا اللي هو الـ coronal view عشان في حاجات كتير يعني مكانش الأغلب axial. طيب ده برضو MR urography شايفين المرة دي، أنا يعني أنا ركزت أكتر على الـ يعني على الـ renal pelvis والـ ureters والـ renal bladder، ومش بنفس قوة اللي هي ايه يعني التركيز اكتر عكس مثلا الـ IVP. الـ IVP كان مبين سباين عادي كده، ان هو ما هو الا اكس راي ومعمول عليه صبغة بس مش اكتر، متلخبطوش بينهم. نيجي بقى للحاجات اللي فيها دايجنوز. طيب احنا لما لقينا الـ renal pelvis، الـ two renal pelvis قريبين اوي كده من الـ vertebral column، خلاص يبقى دي هورس شو، هورس شو كده. طيب بعاد اوي كده ويعني شكلهم غريب شوية بصراحة، خلاص يبقى دي بوليسيستيك. طيب هنا واضح ان الليفت كدني فيها enlargement شوية، خلاص يبقى دي ليفت رينال ماس. طيب هنا ليه زي ما انت بتحس يكون في هايدروجين فلوزز كده بتاع، لان في حاجة اللي هي الفازيكولار هيوريتريك ريفلكس، فا اكيد كل ده يعني هيعمل اللي هو بايلاترال هايدروجين فلوزز يعني. ده ابتو كمان ممكن يحصل اللي هو كرونيك يو تي اي يعني ابر يو تي اي. طيب ده صورة من اعتقد ان ده المفروض سي تي في اكزير فيو، وهنلاقي هنا على الناحية الرايت في زي ماس تمام، هنا الهورس شو باين اوي تمام شايفينه، هنا البوليسيستيك كدني سيستس كتيرة باينة يمين وشمال، هنا في الستونز شايفين الحتة دي كالسيفيكيشن او الحتة الابيض دي اللي هي برضو صورة وحيدة مش هتلاقوها مع حد، اللي هي ليفت دوبلكس كدني شايفين تو زي تو يوريترز كده. بالنسبة للسي ان اس خلاص ويدج شيب دي، انا مش هكمل السؤال، معروف ان دي انفاركشن. الماس افكت وسيريبرال انفاركشن خلاص يبقى الاكيو يعني، هو عايز خلاص الجملة دي نحفظها وسهلة، اكيوت انفاركشن مع بوزيتيف ماس افكت. ال MRI اللي قلنا فيها يعني تبقى احسن وكده، خلاص عايز انفكشن ايريا فهيبقى ديفيوجن. ال acute hematoma هتبقى خلاص هايبر دنس او وايت. الحاجات دي برضه اللي هو اتكررت علينا كتير في كذا سنة، فعشان كده بس بجري فيها شوية. ال acute extradural خلاص عمرها ما هتوصل لل intraventricular extension، يعني بعيدة جدا. طيب ال acute subdural انا اقول لكم على حاجة بسيطة عشان تسهل عليكم بقى، يعني الاكسترا فيها اكس هتبقى كونفكس تمام، يعني الجمله دي صح وعايز هنا مثلا غلط. السب ديورال تبقى كون كيف عشان ما فيهاش الاكس، فهنا دي هو عايز هنا الصح المره دي، وهنا كان عايز الغلط، فدي هتبقى ايه كون كيف انر بولد. هي بتبقى هايبر دنس مش لازم ميجر تروما، ومش بتروح للادجسنت سالكار. السب اراكنويد هي اللي بتبقى في الكورتيكال سالكار. الميديار تمبرال ومش عارف الهاي فرونتال باراساجيتال ريجن يبقى الهربس انكفالايتس. بالنسبه للبرين ابسس والبرين نيوبلازم نفرق بينهم ازاي، بالحته اللي هي فيها الوول، ده فيه ريجولار وول وعايز الترو هنا، وهنا الفولس. نيوبلازم طبعا مش سوري، هو هنا كان عايز الترو، عايز الفولس برضه، بيقول لك ترو اكسبت تمام. سوري فالبرين ابسس ما فيهوش ثيك ريجولار وول، البرين نيوبلازم نفس الكلام ما فيهوش ثين ريجولار وول، ده معكوس معانا. لكن باقي الحاجات خلاص الاثنين فيهم مارجنال، فيهم انهانسمنت وسيرودنت ايديما وماس افكت نفس الكلام.
الميننجي هما خلاص all of the above. وبالمناسبة حتى اللي بعدها برضه all of the above. بالمناسبة معظم الحاجات هنا all of the above ما عدا واحدة أو اتنين هنبقى نقولهم. بس عامة يعني أي حد يعني فاكر أي حاجة من نيو هيبقى عارف إن السي ستراكشن على الجرانيوليشن اللي هو في الآخر خالص خلاص يعني هيحصل ابستراكشن في كل الفنتريكلز اللي قبليه، لكن هنا الفورامين اوف مونرو ده لسه طالع اصلا، فيبقى لاترال فنتريكلز. هو المفروض مونرو بعد كده اكويدكت سيلفيوس بعد كده لوشكا وماجندي، اللي هو لوشكا لاترال وماجندي ميديا، وبعد كده بيروح يلف تاني هاي جريد مالجنا مش عارف نيوبلازم. خلاص شايفين الاسم الملعب ملعبك الغريب ده خلاص ميرايبلاست مش عارف مالتي فورمي، واطول واحد اكيد مش هحط الحبر على الفاضي. السمول ليجنز بيربنديكولار فنتيكولار مارجنز وليها صور برضه الام اس، برضه الام اس هنا نفس الكلام في السباينال كورد، هنا في الفنتيكولار، هنا في البرين، هنا في السباينال كورد بيبقى سمول اكسنتريك ليجنز. نيجي للصور، الصورة دي برضه اللي هي ممكن تلخبط شوية بس تحس ان يعني الانفاركتد اريا مش عارف باين اوي ولا لا، بس يعني في الغالب ممكن تبقى دي كده. تمام طبعا الكلام مش اكيد 100%، بس هتلاقي صورة هيزي شوية كده عشان تقريبا ممكن يبقى فيه ليسر سراوند الإديمة وماس افكت، يعني مش اوضح حاجة هنا برضه، بس دي خلاص برين انفراكشن سهل. طيب هنا حتة برضه لقيناها انها هايبودنس، بس هو مش عايز يتأكد، هو بيقول لك ان دي هايبودنس، فدي هنا في بوزيتيف ماس افكت عادي، حتى شايفين في شيفتنج. تمام اللي هو الميد لاين، طالما حاجة هايبر دنس يبقى دي هيماتوما اكيد، مش انفراكشن. مش انفراكشن اتلخبطني مع البرين تيومر، بس يعني مع كتر الصور هنا هيبين الفرق. طيب دي كونفكس ولا كونكيف؟ دي كده كونفكس، كونفكس يبقى اكيد اكسترا ديور، كونكيف يبقى سب ديورال. طيب هنا حتة كده في كأنها جاية في الكورتيكال سالكاي شوية، فدي سب اركينويد شايفينها هي في النص كده. طيب هنا في حتة كده هايبودنس وهايبردنس ميكس كده، يبقى دي هيموراجيك انفاركشن كده. جايب لك ثلاث صور وهو خلاص احنا عارفين الترتيب بتاعها، انتيريور ميدل وانتيريور وبوستيريور سيبر ارتريس. تمام هو دي الصورة الوحيدة اللي كده، يعني دي واضحة انها انترا فنتريكولار هيموراج، شايفين الفنتريكلز دي برضو انترا فنتريكولار لكن معاها كمان انترا سيريبرال، شايفين الوول جميل، الوول جميل حلو ازاي، يبقى ده اكيد برين ابسس عكس الوول بتاع البرين تيومر. شفت الفرق ما بين البرين تيومر الوول بتاعه كده والصورة اللي احنا قلنا نشوف حاجة شبهها اللي هي بتاعت الايه الهيماتوم دي ممكن تلخبط شوية. طيب ده برضو البرين تيومر بس المرة دي الوول الكلام ده مش باين، بس هتلاقي صورة كده فيها زي الاي جلوبز باينين خلاص برين تيومر مفيش حاجة شبهها. جايب لك ثلاث صور، لا سوري دي صورتين عادي، بيقول لك الهيدروكيفالس هنا مأثر على الفنتريكلز، تلاقي هنا اللاترال فنتريكلز دايليتد وكمان الثيرد فنتريكل، فما فيش صورة شبهها قوي يعني. هنا ده الكروبليكس ما بيقول لهم برضه مفيش صور شبهها، يعني نجيب لك صورة الفنتريكلز وفي دايليتيشن حلو حاجات يعني اللي هي هايبر دينس شوية باينة. هنا الام اس شايفين ان هو البيربنديكولار. تمام الصورة دي بقى مهمة تتلخبط مع الصورة بعدها، دي مايكرو ادينوما صغيرة، فطالما هي صغيرة أكيد مش ماكرو ادينوما ومفهوش فيجوال ديستربنس لسه صغيرة، لكن رغم انها صغيرة بتعمل هم ديستربنس عنيف. وانا عايز الترو، هنا عايز الفولس بقى، ودي ماكرو ادينوما، هو بيقول لك من اول كده دي مايكرو، اقول له لا يا دي ماكرو، وطبعا هتأثر على الفيجوال هرمون. ده ام اس شايفين السبوتس اكسنتريك، ده تيومر واضحة يعني في السباين السباينال كورد، دي الانيوريزم شايفين يعني برضو صورة ديستينكت وموضحة جدا ومفيش حاجة شبهها. ده الاي في مالفورميشنز برضو مفيش صورة شبهها. ده الهربس سيمبلكس هربس انكلايتس تلات صور، وهو عايز يقول لك يعني الفرنتال ومش عارف التيمبر والحاجات كده، بس يعني عايزين البصمجة يعني. طيب هنا شايفين ليبتومينجيال انهانسمنت، يعني البينجيز باينة احسن واحسن بكتير، فده اكيد في مينجايتس. ده ال MR سبكتروسكوبي جايبين زي ويفز او كده، واللي بعدها ده البرفيوجن يقول لك الحاجات اللي هي والبرفيوزد والحاجات الهايبر برفيوزد وكده، دول الصورتين بس اللي هم يعني في حاجات الانفستيجيشنز. طيب بالنسبة للبريست هو بالنسبة للسؤال ده خلاص انا افكر في اجابة واحدة احفظها، الاكس راي ماموجرافي ده
احسن موداليتي بريست كانسر او الايجو 14، بس هي دي سهله خالص. طيب الصوره ده قدامنا اللي هو الماموجرافي، هو بيقول لك هو انهي واحده من دول، فدي واضحه احفظوا شكل الماموجرافي يبقى سهل. طيب طالما جاب لك 2 صورة ماموجرافي كده، واحدة هايزي شوية والتانية ديجيتال أو أفضح، فده بيقول لك إن دي الصورة بتاعتي اللي هي عايز يقول فيها الديفرنس ما بين الديجيتال والأنالوج ماموجرافي. مفيش صورة برضو اللي هي شبهها بنفس الاختيارات في الصورة كده. طيب ولف زباف طالما موجودة، ولف زباف طالما موجودة، ولف زباف طالما موجودة. طيب دي برضو ماموجرافي، بس ايه بقى اللي احنا شايفينه ده؟ كونتراست انهانس المرة دي، بيقول لك خلاص ما فيش اي حاجه اصلا في هنا ديجيتال بريس مش عارف وروتين سكرينينج موجود، لا ده كونتراست انهانس المره دي لما نشوفها على طول. تمام نفس الكلام ماموجرافي، بس المره دي في مالجننت ماس، هي شايفين انها ريجولار شويه ازاي كده، اي حاجه مالجننت خلاص ريجولار ما تبقى معروف. ودي انا اختار فيها السي سي. تمام سي سي فيو ماموجرافي ماموجرام شوينج مالجننت ماس. تمام هي الوحيده اللي فيها سي سي. طيب طالما الصورة كده جاية ايبيكال شوية وفيها الماموجرافي خلاص، هو انا عايز كده الاكزلريشن ده المرة دي سي تي تشيست وكمان مع البريست، وشايفين الكونتراست يعني واضحة ازاي وكده. طيب طالما جايب صورة زي كده يبقى واضح ان دي حاجة مليجنت، فهتبقى ماموجرافي سباكيوليتد اللي هي زي فيها شوية مليجنت ماس. انا بتكلم يعني بتكلم اللي هو زي ما كنت اي حد ما سماش اصلا اي بريست او كده يعني for the basics جدا، او اللي هو اسهل حاجه لتوصيل المعلومه. طيب هتلاقي صوره فيها الترا ساوند وفيها ماموجرافي في نفس الوقت كده، الترا ساوند جايب حاجه يعني دائريه كده وحاجه تانية اللي هو الشيب اللي انت شايفينه فوق كده، خلاص دي معروف ان دي حاجه سيستم. تمام ماموجرافي في سيركمسكرايب ماس، نفس الوقت في سيستر الترا ساوند، عشان في صوره تانية هتيجي زي ما انتم شايفين كده صورتين ماموجرافي المره دي، صوره واحده الترا ساوند بس ما فيهاش اللي هي صورة، ما فيهاش اللي هي حاجة ده يعني سيركلر كده، والتانية اللي هي الشيب اللي احنا شايفينه، فدي اللي هتبقى سوليد. نفس الكلام اللي هي ايجول ديفاين مش عارف ايه، بس سوليد على طول. طالما جاب لك زي تو بريست كده يمين وشمال، فخلاص يبقى دي اسيمتري معروف ومفيش حاجة شبه. تمام اللي هي رقم دي. نفس الكلام موموجرافي، بس المرة دي ايه دي الوحيدة يعني دي هنختار نون اوف ذا ابوف مش دي لسه برضه، عشان ده مش نورمال اصلا، ده مش يعني نورمال ماموجرام ولا ده سي تي ولا اكس راي. طبعا طالما حاجه ريجولار زي ما قلنا كده والترا ساوند يبقى ده مالجنت ماس. طيب نفس الكلام الريجولار شويه كده وفي كالسيفيكيشنز محترمه، يبقى ده كلاستر ماس، كلاستر مالجنت كالسيفيكيشنز وماموجرافي. طيب ده سؤال من غير صوره عادي. بالنسبه للريست كلاسيفيكيشنز زي ما قلنا مش هستخسر الحبر في الغالب، وغير كده برضو بيقول لك كلاسترد ومايكرو كلاسيفيكيشن وبتاع، فهتبقى هي دي. مش اكيد الحاجه اللي فيها الالوز مش شرط صح، فالالوز بناين التعميم يعني في الغالب بيبقى غلط. البناين نفس الكلام برضو كلاستر، لا هي المايجرنت زي ما قلنا. سؤال سهل يعني. طيب الدايناميك ام ار اي بريست خلاص ده البيست موداليتي بوست اوبرتيف، ونحفظ الجمله دي وسهله يعني مش لازم نور الباقي. نفس الكلام اول اوف ذا اباف، صورة تانية خلاص يبقى ده شكل الام ار اي عشان نحفظه، الماموجرافي يعني لا شكل واضح هنا في ماس يعني موجودة، فيبقى الام ار اي في ويل ديفاين. نفس الكلام ام ار اي برضو في ماس اهي، ده دايناميك كونتراست انهانس مش نورمال ام ار اي، يعني مش هجيب لك الام ار اي مخصوص وهتعب في الاخر يطلع نورمال يعني اكيد البيشنت هيزعل. طيب الصورة الوحيدة اللي هتحس انها حمرا شوية وكده، فده الاكزيال بيت سي تي ستادي، مفيش حاجة اتلخبطنا معاها. طيب كل ده زي ما قلنا انواع التيبيكال بنايم انفستيجيشن ما عدا البليمورفيك كلاستر اللي فيها الكلاستر اللي شبه السؤال اللي كان. طيب ده الترا ساوند طالما جايب لك دوريتين كده وفي بيقيس المقاسات وكده، يبقى ده على طول اكزيلري مالجنت اكزيلري انفلونس. نفس الكلام ده سي تي، انا اسف ده ام ار اي، انا اسف ده ام ار اي زي الصور اللي فوق اللي هي زي كده. تمام طيب الاوفيريان تورشن بيقول لك كل دول تيبيكال ساينز ما عدا، فاكيد اللي هي ايه نون فيجواليزد اوفري وخلاص، اوفيريان تورشن يبقى نون فيجواليزد سهل. اكيوت بيلفيك بين هو النون سايكليك بين وخلاص، ما تكملش الاجابه واحفظ كده سهل. اكيوت لايف ثريتنج كونديشنز اكيد مش واحد عنده شويه
كولايتس وكده خلاص يعني، كل الحاجات دي اخطر بكتير وبرضه سهله بايولوجيك يعني. برايمري ايمجينج موداليتي بتاع اليورينري ستون ده اكس راي وابدومين بلفيس، عشان اللي بعديها تبقى بلفيك بين، وهنعمل ساعتها ابدومين بلفيك الترا ساوند. تمام، لكن هنا بنعمل اكس راي عشان يبين الستون. ماريت فيميل يبقى انا خايف على طول من الاكتوبيك بريجنسي، لكن شايلد بيرنج وماشي برضو فيها بتاعت الاكتوبيك بريجنسي مش بنحب السي تي، سي مع سي بقى سي تي مش بنحبه. حتى في الصورة اللي فوق انا كنت بجيب لكم اللي هو الام ار اي، ويا دوبك صورة واحدة اللي كان فيها تقريبا سي تي اللي هي زي الصورة دي ثانية واحدة، افتكر صورة السي تي بس صح اهو، شايفين ده صورة السي تي. يبقى احنا قلنا خلاص دول نون جاينيكولوجيكال كوزس اوف اكيوت بلفيك بين، يبقى اكيد اول اوف ذا ابوف طالما موجودة. اكيوت بلفيك بين الترا ساوند مش كفاية، فاكيد هنعمل بعد كده سي تي و ام ار اي. نخش على الماسكرو سكيلتال، يعني هي ده تقريبا اصعب نوع من الاشعة بس سهل ان شاء الله. ده الاوبليك يعني، لو حد اخد اورثو هتبقى الموضوع سهل يعني، لو انت للاسف الاورثو عندك بعد راوند الراديو هو يعني هو الاوبليك بيبقى باين حاجة بالعرض ده. بعدها السبايرال شايفين يعني، شايفين هو تحس كده يعني في جزء مرسوم او مكسور ان دايمنشنز يعني، مش عارف اوضحها اكتر بصراحة، بس هي في فرق الاوبليك والسبايرال واضح شوية. الصورة الوحيدة اللي فيها ثلاث حاجات كده جنب بعض خلاص دي كوميونوتد، اللي هو متكسر اكتر من جزئين. تمام، وده كده اللي هو الامباكشن فراكشر، وهيجي حاجة شبهه قدام اللي هو زي تروسو فراكشر. تمام، ده الدبريست برضو واضح جدا مش اي مشكلة، ده كومبريشن وده كومبريشن طالما في السباين مش حاجة تانية. هنا الباثولوجيكال فراكشر يعني واضح حاجة في فراكشر وفي الهيب، وده كومن سايكل باثولوجيكال فراكشر باي ذا واي. طيب دي ستريس فراكشر شايفين اللي هي الخطوط دي كده، تمام نفس الكلام ستريس فراكشر. طيب يبقى زي ما قلنا دي الستريس فراكشر، وهنا ده بيدياتريك فراكشر وكده. كان اسمه جرين ستيك فراكشر، فمش بيهير بالكومبليكيشنز. تمام، هو عايز الغلط يعني، فدي هيل ويز كومبليكيشن. دي الصورة الوحيدة الاكسسوري نافيكولار بون. اللي جاي بقى عايز تركيز شوية وحلوين عشان في أسامي وبتاع وكده، وهنحاول ايه نلصمها سوا. دي اللي هي الشافر فراكشر، هتلاقي مش هقول لك كده على حاجة شبه علامة البرق كده. تمام، في الصورة دي ومفيش حاجة شبهها قوي يعني. طيب ده البيسبول فينجر، يعني المفروض يعني ان هو بيقولوا انه شبه عصاية البيسبول. وده السكافويد فراكشر، طبعا مش هقول لك على السكافويد. دي البوكسر فراكشر، واللي تحتها البنت البوكسر هو مشاور هنا على الجوين ده، لكن هنا مشاور ناحية الثامب أكتر. زي ما قلنا احنا في البنت فراكشر مشاور هنا ناحية الثامب أكتر، لكن هنا البوكسر فراكشر مشاور على الميتاكاربو فارينجيال جوينت. ده اللي هي اللي قلنا شبه الامباكشن فراكشر شوية، اللي هي التوراس فراكشر. تمام، الصورة اللي هي فيها حرف ال دي كده في فراكشر، ولو واخدين بالكم من اتجاه الهاند والريست في الصورتين دول. عامة يعني لو حد عايز يخلص فيها أسرع هتلاقي الصورة دي فيه لينك الموقع اللي جايبينها منه، وفي حرف ال L. حرف ال L يبقى فيه هنا دبل L اللي هي كوليس فراكشن. هنا مفيش حرف ال L، هنختار اللي فيها L واحدة طالما احنا في الأبر لمب، يبقى اللي هو جاليازي فراكشن. تمام، طالما احنا في اللور لمب زي كده خلاص منتيجة، وحرف الجي قبل الام يبقى كده سهل، كل اللي عرفناها جليازي منتيجة تورس خلاص ثاني. دي الوحيد الصورة الوحيدة اللي هي كده، ودي هتبقى ماليونيون مش نونيونيون. دي اللي فيها روماتويد ارترايتس، وشكل الجوينت بصراحة شكل الهانس يعني كاركترستيك جدا برضه، مفيش حاجة شبهها قوي. دي الاوستيو ارترايتس، شايفين الجوينت سبيس بقى نارو جدا جدا ازاي في ال فيرست انترفرنجال بروكسيمال انترفرنجال جوينت.
في فراكشر سكافويد طالما مبين اكتر كده على الكاربل بونز. خش برضو على بعض الصور اللي يعني الصور دي متكررة، بعض الصور اللي هي بيطلعوا شوية تيومرز وكده. ده التيومر ده اللي هو اينوكوندروما، هتلاقوا يعني حاجة كده اللي هي زي في ال زي في ال يعني في نهاية ال، أعتقد إن الصورة دي من ال الفينجر وكده، وده ال عند بروكسيمال انترفرنجر جوينت، باين كده زي ماس كده. طالما جايب صورة الشولدر وفي حاجة كده اللي هي تحس إنها مغزلية أو سبيندل شيب، يبقى ده الإيوينج إيوينج ساركوما، إيوينج ساركوما. تمام، مفيش حاجة شبهها يعني، بس صورة اللي هي الحاجة السبيندل. طيب عندي تيومر كده عند الهيب فوق، يبقى كوندرو ساركوما، حرف السي قبل الاس عشان اشوف الاوستيو ساركوما. دلوقتي دي الاوستيو ساركوما تحت شويه قريب من الانكل جوينت، وفي حاجه زي اشواك كده. تمام، الفرق بينهم، وده اليوج زي ما قلنا، وده اليوج زي ما قلنا، وده الينو كوندرو. طيب الحته اللي فيها كده عند عند مفصل الريست قريبه منه، يبقى دي الانيوريزمال بون سيست، الريست مع السيست. تمام، انيوريزمال بون سيست عشان ما هتلفظكوا قدام مع النون سيفاينج فايبروم. طيب الكوندروبلاستوما كاركترستنا بتطلع عند الابيفيز، قريب من الابيفيز، شايفين الابيفيز هي تطلع شويه مع باثولوجيكال فراكشر، بس الباثولوجيكال فراكشر في فراكشر واضح يعني بديهيات، لكن هنا دي طالعه عند الابيفيز، برضه طالعه عند الابيفيز هنا، يبقى دي كوندروبلاستوما مش اينوكوندروما. اينوكوندروما كانت الصوره اللي هي واضح ان زي ما قلنا ان ده تقريبا اللي هو الـ عند يعني احد مفاصل ال الفينجرز يعني كده. ممكن اكون غلطان طبعا يعني، انا مش عارف صراحة الصورة دي بتاعت ايه، بس دي لما اللصة اهو. طيب الصورة اللي هي تحس انها يعني في زي حاجة سبندل كده، بس مش الايونج ساركوم، وفي زي حاجة كده في النص، يبقى دي اللي هي اوستيويد اوستيوم. دي الصورة الوحيدة، ما تلخبطكمش بقى مع الانيوريزما بون سيست عشان زي ما اتفقنا دي عند الريست، والتانية اللي احنا قلنا عليها الساركوما دي عند الانكل. طيب هنلاقي حاجة كده جيوغرافيكالي ديستريبيوشن وبعيدة شوية عن الابيفيسيس، يبقى دي نون اسيفاينج فايبروم. ما تلخبطكمش مع الابيفيسيس دي اللي هي كانت ايه، كانت كوندروبلاستوم. تمام، ده المالتيبل مايلوما، تلاقي زي سبوتس كده او دوتس في ال عند الهيومرس او الشولدر. تمام، طالما جايب لك صورة كده هي تبدو لي بالنسبة لي تقريبا ده سي تي او ام ار اي، مش متأكد، ده ميتاستاتيك يعني بون ليجن ميتاستاتيك. تمام، الصورة واضحة مفيش حاجة شبهها، دي شبه مين؟ شبه يونج ساركوم، بس شايفين البون عامل ازاي؟ شايفين الخطوط والحاجات دي كده زي ما يكون جلاس شوية، هيبقى هش، فده فايبرس ديسبليسيا. طيب نفصل النيه، جاي ده جاينت سيل تيومر، مفيش حاجة تلخبط معاه، في حاجة كده اللي هي زي ليتيك ليجن يعني مسح كده البون بأستيك، ف ما تلخبطكمش طبعا مع الحاجات التانية زي الكوندروبلاستوما والحاجات دي كلها. هو الماسكل سكيلتر كان بتاع الواحد البائس يعني، مش غلط باقي البرانشات اللي فاتت والبرانش الفاضل الثاني. طيب دي صورة ايه، دي ميكوزا رينج، هو جايب زي خطين كده. تمام، وده الميكوزا رينج دي المالجنت ستريكشر عشان شايفين انها الريجولار ديفايند ازاي، عكس الكروزف يا دوبك مثلث كده، وحتى متجاوب تحت ايه، هي اصلا كروزف ستريكشر، فالموضوع سهل يعني. نفس الكلام بس هنا المرة دي اكاليزيا، يعني دي برضو خدناها كتير بصراحة يعني كده، اللي هو الكاركترستيك باترن ده بتاعها. دي الوحيدة اللي هتلاقي فيها اجابة ايه، البارا اوسوفيجيال هيرنيا، او يعني اللي بعدها برضو. قصدي يعني اللي هي الوحيدة اللي هي وسط الحاجات اللي هي شبه اللي في الاسوفاجس أكتر وكده، اللي هي هتلاقي في الاختيارات برا اسوفيجيال هيرنيا. تمام، دي اللي هي الجاستريك ألسر شبه القوس. تمام، القوس كده وكأن في حاجة جاية كده من الأرض، وفي ناس بتقول عند الليسر ومنتم والكلام ده، بس احنا خلينا في البصمة بتاعتي.
ده ايه دي دينا الالسر، عشان المره دي الكورس ما كانش بالطول كده، لا ده جاي بالعرض، في حاجه بقى تحتي طبعا، عشان دي دينا بيبقى ماشي ترانسفيرس كده. دي جاستريك ماس، ما تلخبطكمش مع الباقي. طب ليه قلنا عليها جاستريك ماس؟ لان الليفر هو مش هقول لك هنا الحته اللي عامله ميتاستاتيك ليجن فيه، تمام؟ ف يعني خلاص طالما بعد ميتاستاسيس يبقى دي مش مجرد جاستريك ألسر وعادي، والألسر ده احنا شفناها صورته من فوق، ده الكرونز ديزيز، هو شبه حاجات الإسوفيجا بس هي يعني مفيش أي حاجة من الاختيارات التانية. ده طبعا لا ده لا ده كولونيك كارسينوم ولا نيمونايتس انتستيناليس ولا اي او. دي صورة الاي او تيبيكال وسهلة جدا، مالتيبل اير فلويد ليفز، يقال انها اكتر من 3. ده صورة الكرونز برضو، هو ليه صورتين مميزين، تمام؟ في زي ستريكشر هنا كده وهنا نفس الكلام، ده في الإيليم. دي صورة النيورايتس انتستينالس، شايفين اللي هي النقطة السوداء دي كده، مش عارف هل ده الليجن ده أصلا ولا لأ، بس عشان نعلم بالصورة. دي صورة الكرونيك كارسينوما، تمام، كاركترستيك شوية. طالما شايفين اصلا الباول كله من اول لاخر كده، اللارج انتستين في سباكيليتد كده شويه بتاع، يبقى ده دايفرتيكولار ديزيز، شايفين اللي هو في دايفرتيكولارز اصلا، دايفرتيكولارز كتير باينين، صوره هيزي اصلا، ويا دوبك كده باين فيها الباول بالعافيه اصلا، يعني لو حد ركز قوي هياخد باله ان هنا مثلا ال descending colon، تمام، المفروض بقى اللي هو سيجمويد والريكتوم والحاجات دي، بس مش باين قوي. فدي يعني عامة مش محدش يتعب نفسه، دي السيجمويفل بس مش حاجة شبه. نيجي بقى لصور ال CT، ده الكرونيك كارسينوما، طالما حاجة مشاورة عليها بأربع أسهم بتاعي يبقى أكيد في حاجة خطر ومهمة، ودي أخطر حاجة هنا في الاختيارات دي. طيب مش هقول لك هنا قريب كده على البورتا هيباتس، يبقى ده الليفر سيروز، تمام، عند اللي هو المدخل ومخرج الأرتري والفين والبايل داكت. نفس الكلام هنا في السي تي، ده مبين في ماس كده في الليفر خلاص، وماس وإيريجولار يبقى على طول اتش سي سي. طيب في كذا دورية والمواضيع هنا في الليفر، يبقى دي أكيد زي ميتاستاسيس. طيب هنا تحس الليفر يعني هو تحس ان هو بقى مور ديتيلد او اتش دي ار او كده يعني، فدي هتبقى البط كاري، ما تلخبطكمش. بصوا الميتاستاسيس يعني الميتاستاتيك ليجنز تبقى دوائر واضحة وكبيرة، لكن هنا النقط صغيرة نقط. طيب دي الهيدات السيست في الليفر، هيدات الديزيز يعني، ودورية بعيدة كده واضحة وواحدة وسنجل وشكلها يعني ويل ديفايند نسبيا عن الميتاستاسيس. دي بقى الجالستون أو جولستون، الجولستون زي ما احنا شايفين هنا كده حاجة بيضة واضحة كده موجودة ايه عند قريب من المقال. طيب هنا مش هقول على البنكرياس، زي ما يكون في كالسيفيكيشنز او نقط بيضاء كده، يبقى ده كرونيك بانكرياتايتس. وخلاص اخر اتنين معانا، ده نيمو بريتونيوم، شايفين الهواء الاسود اللي هو معمول في النجمه ده، وهنا الليفر لاسيريشن، طالما مش هقول على ليجن كده صغير، ما يغلطناش مع ال ما يلخبطناش مع الليفر سيروزز، لان الليفر سيروزز زي ما اتفقنا نشاور على البورتا هيباتس كده، يعتبر على حد علمي طبعا كده مش بورتا هيباتس بس تسيل من الفلز يعني. وطبعا برضو اللي هو الاتش سي سي مشاور على ماس حلوة يعني الريجولار بصراحة، بس يعني هي باينة نسبيا مش مالتيبل ماس زي دي، في نفس الوقت مش زي الهيدات السيست كده الصورة مبكسلة وماس بعيدة، وهي ماس ويل ديفاين بس الصورة ظلمة. هنا البات كياري أحسن صورة فيهم اللي هو من كتر الديتيلز وكده. بس كده، thank you for good listening and good luck، وعذرا لو في أي خطأ أو تقصير أو نسيان يعني، وزي ما اتفقنا ده كلام مش علمي خالص، ويعني هو ضار أكتر من نافع بره ورقة الامتحان، بس لو حد يعني عايز على قد التمن درجات دول، وبعد كده مش عايز يفتكر حاجة اسمها راديولوجي أصلا إلا لو في مناسبة أو حاجة امتحان جاي، فالفيديو ده أتمنى يكون مناسب ليك يعني، أتمنى يكون فيديو مفيد. وشكرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.